الحقيقه الصخب الشديد جدا والصدمات اللي كانت على برامج التوك شو بين مسؤول اداره الكوره في مصر لفتت انتباه وازعجت حتى كبار الكتاب والصحفيين. نقيب الصحفيين السابق الكاتب الكبير الاستاذ جلال عارف في مقالاته في الاخبار انزعج من اللي حصل وكتب مقاله بعنوان ليس كروش او ايهاب بل منظومه الفساد الكروي، وقال ان انا تابعت جزءا من حوار تلفزيوني بين رئيس اتحاد الكره الاخ علام وسلفه في اداره الاتحاد الاخ مجاهد على خلفيه هزيمه المنتخب من اثيوبيا، وخرجت من الحوار بانه مع هذه الاداره للكره المصريه او تلك فان علينا ان نكون شاكرين لان لعبه كره القدم ما زالت موجوده في ملاعبنا حتى وان كان يفصلها عن كره القدم الحديثه التي يعرفها العالم عشرات السنين من العيش في ظل منظومة فاسدة لا تقود إلا للفشل الذي تعيشه الكرة المصرية منذ سنوات. عقب موقعة السنغال الكروية كتبت هنا أن المنتخب قدم بقيادة صلاح ومع المدرب كروش أقصى ما تتيحه إمكانياته، وحتى لو فزنا وتأهلنا للمونديال ولم يعاندنا الحظ لظلت الحقيقة هي أننا نعاني في كرة القدم ميراث سنوات من سوء الإدارة وغياب التخطيط وتجاهل العلم، والنتيجة أن كل عناصر اللعبة تتراجع ولا تتقدم إلا أجور اللاعبين وعمولات المنتفعين من بقاء الأوضاع على ما هي عليه. لو كان هناك قدر ولو ضئيلا من الرغبة الحقيقية في الإصلاح لكان ما وصل إليه المنتخب مع كروش يصلح كبداية نبني عليها. وبيختم الأستاذ جلال عارف مقالته: طريق الإصلاح واضح والخبراء الذين يستطيعون تطبيقه موجودون، لكن منظومة الفساد الكروي ستدافع عن مصالحها بشراسة. تلك هي القضية، لم تكن كروش ولم تكون إيهاب جلال. عندك تعليق؟ طبعا. أنا موافق تماما. وأنا شايف أن إيهاب جلال كان أول الخاسرين منذ لحظة تعاقده مع الاتحاد على أن يكون مدير فني. وأنا قلت لك أن أسلوب إيهاب جلال محتاج وقت ومحتاج تركيز ومحتاج ثبات في التشكيل. صحيح. والثلاث حاجات دول مش متوفر له كمدرب منتخبات. طيب، الاستاذ جمال علام مع الاستاذ احمد موسى سال سؤال عن ليه الناس ما طلبتش قبل كده نشوفه. الجواب جال مين؟ جالكم ولا جال مين؟ انا بقول لك السنه اللي فاتت كنت فيها لما راحوا لعبوا في المغرب الاهلي. السنه دي. السنه دي ولو الاهلي طالما راح المغرب السنه اللي فاتت ما طلبش ليه السنه دي؟ يبقى راح السنه اللي فاتت وفاز. طب ما يطلب هنا برضه السنه دي، انا عايز في مصر. يطلب ليه؟ هو الاهلي اللي يطلب ولا الاتحاد اللي بيطلب؟ اللي قبلي ما طلبوش ليه البطولات دي من 10 سنين. طلبوا من 15 سنه. احمد جاهد طلبوا قبل كده الماتشات. انا بس انا مش دي حصلت، انا بقول لك المرات السنين اللي جايه دي كلها او الفتره اللي جايه كلها من اول يوم هخش الاتحاد احنا هنطالب. بس مش معنى كده انك انت تطالب لازم تاخدها. ده هو هناك عندهم معايير ثانيه. السنغال اللي هي الملعب اللي لعب فيه منتخب مصر هناك ما يروحش هناك يتلعب فيه النهائي والسنغال تنسحب في اخر لحظه. أيوة. واحنا باعتين جوابات ان احنا لازم نلعب في دوله محايده. ده هو الفير بلاي اللي بينادي بيه الاتحاد الدولي. طيب ما عشان لو انا قوي اصر على ده ويبقى لي موقف. أيوة في مصر. احنا صرينا. انا النهارده فين؟ انت جوه الاتحاد. ما عندك المهندس انا بريده في الاتحاد. انتوا مخاصمين بعض. لا مش مخاصمين. لا ايوه المهندس انا بريده ده راجل نافس الاتحاد الدولي ونافس. هنا بريده هو اللي بيدير الاتحاد الدولي ومش عايز اقول الكلمه على الهوا يعني. كابتن هنا بريده هنطلب منه ان احنا ننظم كذا وكذا 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 للي جاي. طب ليه ما تصلوش معاه اللي فات؟ ليه ما عزمتوش يحضر اي اجتماع؟ ليه مخاصمينه؟ ما تبعتوا له يجي، مش هو المفروض يحضر معاكم ولا ايه؟ حاضر احمد بيه هنبعت له. لا مش حاضر. هو انا بطلب طلب شخصي. انا بقول لك حاضر هنبعت له احمد بيه. حاضر. والله العظيم الاستاذ احمد سال اسئله يعني ما اعرفش كان متوقع الاجابات بتاعتها ولا ايه، لكن ما يقوله الاستاذ جمال علام هم ما طلبوش قبل كده النظام من 10 سنين ليه؟ عشان كانت بتتلعب رائع جدا. عشان البطوله دي يا جماعه بقى لها سنتين بس بنظام المباراه الواحده. يعني دي المره الثالثه. دي ثالث مره. مره كان الاهلي والزمالك فلعبوها في مصر، مرتين التانيين المره في اللي المغرب. فاتت والفاينل كان مع كايزر تشيفز، فالاهلي وكايزر تشيفز ده كان ملعب محايد. السنه دي الوضع هو اللي غريب. وبعدين يقولوا حاضر السنه الجايه، طب وليه مش السنه دي؟
يقول لي طب واللي قبلنا ما طلبوش ليه؟ طب لا انا حسيت كده ان هو يعني زي قلت ما خلاص بقى يا استاذ احمد هنبقى نعمل هنبقى نعمل انت طب احمد مجاهد التوم انت ليه ما قدمتش السنه اللي فاتت؟ فكده كان جزء من الردود بينه وبين الاستاذ جمال علام. طب يا احمد ليه ما قدمتش ليه السنه اللي فاتت؟ يا فندم ما خدناش ليه دوري الابطال السنه اللي فاتت؟ انا هرد. احنا السنه اللي فاتت قدمنا على اربع منافسات. قدمنا على دوري الابطال، قدمنا على دوري ابطال الكره النسائيه، قدمنا على بطوله تحت 20 سنه المؤهله لكاس العالم اللي هتتلعب في مصر السنه الجايه ان شاء الله. وقدمنا على الجمعيه العموميه. بالفعل خدنا ثلاث حاجات. المغرب كان مقدم على تحت 20 سنه المؤهل لكاس العالم، كانوا مقدمين على نهائي دوري الابطال. لما كنا السنه اللي قبلها احنا اللي منظمين دوري الابطال وما كانش في فريق من المغرب في المباراه النهائيه، تم التنسيق. احنا هم ما كملوش في تحت 20 سنه، واحنا سيبنا نهائي دوري الابطال اللي اتلعب فيه الاهلي وكايزر تشيفز بالفعل في المغرب، واحنا نظمنا اللي احنا خدنا تنسيق بطوله 20 سنه. يعني ايه احنا سيبنا؟ يعني يا فندم هو حضرتك انت لما تقدم ان شاء الله في السنين الجايه تقدم على بطوله واثنين وثلاثه في بطولات. التوزيع دي كانت اتوزعت السنه دي زي ما اتوزعت كده. كمل بس يا فندم. انت ما قدمتش اصلا عشان تدخل في التوزيع. يعني شوفوا، لان احمد مجاهد محنك وراجل يعني في اللعبه بيعرف يستف ورقه، فقال له والله احنا لا ما انت ممكن تقول له ليه ما قدمتش الابطال السنه دي؟ فقال له لان احنا السنه اللي فاتت نظمناها، فقلنا ناخد بطوله 20 سنه ونسيب حاجات للمغرب تنظمها. فكازر تشيفز والاهلي تأهلوا السنة اللي فاتت، لكن السنة دي ما ينفعش تتساب. هو شوف والله العظيم ثلاثة، أنا مش لا أبرئ أحد، يعني هي بس المسألة إن واحد بيعرف يستف ورق والتاني لسه قال له هنعمل. طيب جمال علام اتهم أحمد مجاهد إنه مجلسه هو كان السبب، رد إيه؟ وفقا لتصريحات الاستاذ جمال علام، حمل الاتحاد السابق المسؤوليه فيما يتعلق بخطاب النادي الاهلي، وانه قال انه السبب في الازمه دي كلها اتحاد الكره السابق انه ما بعتش حاجه للنادي الاهلي. يبقى الموضوع بمنتهى الوضوح، لما ترد رد بوقائع وبادله. اتفضل. تقدر تطلع جواب الاتحاد الافريقي اللي حدد فيها المسابقات اللي الاتحادات تتقدم بالطلب لاستضافتها اللي كان على راسها دوري الابطال. الجواب ده مؤرخ في 19 يناير. انا المجلس الحالي تسلم الاتحاد يوم 5 يناير. 5 يناير 2022 الجواب في 19 يناير. كان الحد الاقصى او الموعد الاقصى للتقديم هو 28 فبراير، وده كان واضح جدا وموجود في الجواب بوضوح. فيبقى اذا الجواب ده جه في عهد المجلس الحالي. الجواب بتاع ابريل اللي هو بتاع شهر 4 هو جواب لا قيمة له من الناحية العملية. بمعنى ان انا شهر 4 انا خلاص قريت الجواب ان الديدلاين او الموعد النهائي هو 28 فبراير. ايوه. فانا عندي خلاص بقى عندي يقين ان تقديمي من عدمه منتهي. ما عادش هيفرق. لكن ليه بعت الجواب ده بالتحديد؟ عشان لا اذكر فيه دوري الابطال، عشان اقول ان النادي الاهلي ما بعكيش. ياه. وهو ده مربط الفرس. العملية كلها كانت الناس عايزة تغسل إيديها ويسيبوها إن النادي الأهلي ما طلبش. أنت ما قلتليش أطلب وأنا هو اتفق. طب يا أستاذ جمال سيبك من الأهلي، الزمالك لو كنت أهلي النهائي، هو الأهلي أو الزمالك لو قلت لهم تحبوا تلعبوا في مصر هقول لك لا. يعني أنا عايز أعرف. طيب يعني فكرة إن الأندية ما طلبتش، أصل في ناس كتير عايمة على عمهم واقلام مش فاهمه. يعني الانديه في مصر تتمنى انك تنظم الفاينل عندها، وبعدين يقول لك طب والسنغال ما تلعبش الماتش هناك ايه؟ وبعدين يرد على نفسه يقول لك والسنغال اتسحب. الله. على كل سبب انه الـ 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 ان الاهلي ما قدمش او ان الاتحاد، المهندس هاني بوريده لما رد في بيان قال بصريح العباره انه هذه ليست مسؤوليه الانديه، ده عضو اللجنه التنفيذيه في الفيفا، انه هذه البطوله وهذا التنظيم
ليس مطلوبا من النادي ان هو يقدم، والنادي ما بيقدمش، اللي بينظم هو الاتحادات مش الانديه. كمان الاستاذ ابراهيم فايق كشف عن نقطه خطيره جدا، انه مجلس اداره الاتحاد الحالي عشان يقدر يدار العمليه، الجواب اللي بعته للوزير فيه 5 بطولات ما فيهمش نهائي دوري الابطال. فالناس لامت المجلس، هو انت بعت ده من غير ما يكون عندك قرار مجلس اداره؟ فبداوا اي ده كده فيها كارثه. ابراهيم فايق قال ان في واقع التزوير بتحصل، نشوفه. على مسؤوليتي كان هناك اجتماع داخل الاتحاد المصري لكره القدم، استاذ جمال علام طلب من الساده اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم انه يوقعوا على محضر وهمي لاجتماعهم في وقت سابق بتاريخ قديم يتم فيه تبرئه ساحه الاتحاد المصري لكره القدم وتبرئه ساحه الاستاذ جمال علام من مساله خطاب النادي الاهلي ومساله مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. فالاعضاء نمضي على ايه؟ نمضي على حاجه ما حصلتش؟ ناس منهم اتلخبطت لان هي ما قريتش كويس، فاللي ما مضاش وعى اللي مضى، فالناس تراجعت. انا بطلب من الاستاذ جمال علام على الهوا يعمل بيان رسمي ينفيه، يقول لك لا ده ما حصلش. عايز اكتر من كده؟ فتحنا الساحه للناس الفتره اللي فاتت، تعالوا يا جماعه وجبنا الناس من اتحاد الكوره اشرحوا موقف المواقف اتحاد الكوره ايه، وادينا للناس المساحه وشرحت الموقف. النهارده لما تشوف النادي الاهلي وهو بيشرح، لا 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 واضحه وصريحه، هذا امر له الاهلي حق فيه وبنسبه 100% 100%. الدكتور اشرف صبحي بشوف انه من صميم مهامه في هذا التوقيت تحديدا اجراء تحقيق عاجل فيما يتعلق بمساله نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب أنا الخطاب اللي نشره ابراهيم فايق، لان دي نقطه مهمه جدا، لان تتوقف على عمليه التزوير. الخطاب او محضر الجلسه اللي نشره ابراهيم فايق اللي وقع عليه الاستاذ خالد الدرندلي اللي هو حلم مشهور، والاستاذ محمد ابو الوفا، والدكتوره دينا الرفاعي، واللي رفضوا التوقيع على هذا الخطاب او على هذا المحضر اللي ابراهيم فايق قال ده فيه تزوير. الصوره قدامكم، رفض التوقيع الاستاذ عامر حسين، رفض التوقيع الكابتن حازم امام، رفض التوقيع الدكتور ايهاب الكومي، والكابتن محمد بركات. دول في الصوره اللي عرضها ابراهيم فايق توقيعاتهم مش موجوده في محضر مزور. يعني هو قال جمله في الاخر، قال لك ناس مضت وهي مش واخده بالها، التانيين نبهوهم يعني. في كل الاحوال فكره انك تزج بخطاب لم يناقش في جلسه سابقه هذا كذب. الواقعه دي هي اللي تستحق بقى، اذا كان يعني كل اللي فات اجتهادات لكن تقدر تخرج منه يعني اتدلس علينا موظف زقلنا حاجه ما، لكن فكره انك تتعمد الكذب لا، تلك هي الكارثه، كارثه ولا يمكن طمسها.